السلام عليكم. برنامج ايكون استراكت بيدي ان انا اعمل كلاش ريبورت، بحدد اني ريبورت اني كلاشات مجموعة كلاشات انا عايزها، وبعد كده بشوف مثلا هل انا محتاج ان انا اعمل زوم، هل محتاج الكرنت ريبورت يبقى هو الديفولت، هل محتاج الخلفية بتاعت الصورة تبقى ابيض واسود، عايز تعمل زوم، وبعد كده بقول له رن فبيبدأ يصدر لي الكلاشات.